خليل عباس يعانون رسالة إلى صديقي رضا لينين. شكرا لك محمد. أنا مش نجاوب على الحملة الكبيرة اللي صارت البارح على رضا، والحملة هذه انتشرت بطريقة كبيرة على الفيسبوك، وهذاك علاش قررت أني نوجه له رسالة. مش نقرأها له محمد بعد إذنك. صديقي رضا، حبيت نكلمك البارح بعد ما سمعتك مع حمزة البلومي. قبل ما نكلمك جاتني برشة تليفونات الكلها تحتاج ضد حضورك. رضا بالعو، رضا شارب، رضا مش منجم يتكلم. وكما جاوبتش على التليفون تخيلت كيفاش تلجم نفسانيا تكون وصحيا. كي حليت الفيسبوك عرضتني تدوينات ونصوص سياسيين وصفحات الكلها تهاجم فيك. الحقيقة تنرفزت عليك وقلت كيفاش الحكاية هذه. فركست على الليان وحليت الحصة وتفرشت بهيك اللي بريجوجي الكل اللي قريت مع الفيسبوك. أما كبديت نتفرج بدأت تظهر لي أكل جملة اللي تقالت مرة على سارتر، كنت يل كومونس أبغلي ساليدور كومونس أديسباغيتر. وبدأت بشاعة الحمد اللي صارت عليك تضمحل، وقررت نكتب لك الرسالة هذه. صديقي رضا، وقت كنا صغار ننشطوا في الأحزاب، في أحزاب سياسية معارضة، كانت ثم جملة مشهورة ديما تتقال لنا أنه نحن الفترينة بتاع التنظيم، يلزم نعكس قيم التنظيم، يلزم نعكس قيم الحزب، يلزم نعرف واش نخرجوا من فامنا. الكلام الزايد لا، خاطر انت تعمل في السياسه. النساء ما تتكيفش في الفضائيات العامه، اما في الخاصه مثالس لو بوليتيكمون كوريكت. وكيف عملنا ركيل ومراجعات فهمنا انه الفترينا والبوليتيكمون كوريكت ما كانوا الا عمليه فورماتاج ايديولوجيك. الثوره هي اللي فايقتنا وخلتنا نعاود ونسترجعوا لانها الحره. صديقي رضا، تحدثت عن افلاس الوسائط وكيفاش ما عادش فما حد شيء اليوم يبررها. حكيت على الديمقراطية من روسو وهوبس ومونتيسكيو ونظريات العقد الاجتماعي وكيفاش اليوم يلزمنا نراجعوها. حكيت على الحداثة وما بعد الحداثة والديمقراطية الحداثية التمثيلية وما بعدها. حكيت على العالم وشنو اللي قاعد يصير فيه. قروا ان ما ينتبهوش لهذا الكل، المضامين هذه الكل اللي حكيتها. وكان الحديث فقط من حيث الشكل. ونقول لك انه البارح كانت من المناسبات القليلة اللي أنا برسونالمون نسمع فيها في الإعلام التونسي نقاش نظري وفكري فوتوريست مستقبلي، نقاش متلفت القدام وعنده مش جرأة ما يجعله يقرر يقوم بعملية التجاوز ومش عملية الرسكلة. هذا الكل ما انتبهوش واكتفاو بالقول إنك سكران، والحال إنه وضعك الصحي كان في أسوأ حالته وحاولت تعتذر وما نجمتش لأسباب أنا نعرفها جيدا ومعنيش باش نخوض فيها. صديقي رضا، المجتمع هذي نجم ما يحترمش مفكريه ومثقفيه. جلهم رحلوا في الظل وفي صمت، ولكن مجتمعنا مجتمع منهك. تيلة سنوات حكمت فيه الصراعات وقسمته، صراعات الهوية والصراعات السياسية والصراعات الإيديولوجية. هو مجتمع مشروخ يا رضا بين الحداثي والمحافظ. هو ضحية المنوال التنموي اللي انت تحب تبدله، وضحية النظام المركزي اللي انت تحب تغيره. مجتمعنا ضحية الريف والمدينة، المراكز والتهميش، ضحية القراية من سيرة والبطالة في المقابل، ضحية المدارس والمغادرين لصفوفها. هذا المجتمع يهاجمك لأنك شارب، والحال إنك والحال ليس كذلك. ولكن ننساو أن التوانسة يحكيوا في السياسة ويتداولوا في أحوال البلاد، مش في الإعلام والندوات واللقاءات العلمية، أما في القهاوي وفي البيران. وانه لو ديبا بوليتيك يتعمل على قهوه وفي قعده. صديقي رضا، فما شكون هاجمك على خاطرك بكيت، خاطرك ما نجمتش تسد دموعك. كيف ذكرت رفيق درب من رفاقك شكري بالعيد، اما انت تعرف اللي نحن في زمن حتى الاحاسيس والعواطف متاع الناس اصبحت موضوع تجاري وسلعه للتسويق. صديقي رضا، نعرف جيدا اللي انت من المرهقين، عشت انتفاضه الخبز وانقلاب بن علي وانهيار الاتحاد السوفيتي والجامعة والديكتاتورية والثورة والقصبة والانتخابات. نعرف اللي جات فترة كنت مهدد فيها بالتصفية الجسدية واللي تتحرك بالحراسة الأمنية، وإنك ما زلت اليوم مهدد. ولكن نعرف ونحن نقترب من اللي سميناها مع بعضنا أم المعارك. تعرف مليح وتتذكر مليح قصة القسم وضرورة الثبات. ما تترجعش وواصل تفسيرك كما لينين وقت الثورة وكما زرباء وقت السلم. وفي نهاية الأمر
صديقي لذا نتمنى لك يعني الصحة والعافية. نعرف اللي 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 ظرفك الصحي خايب، ونعرف اللي أنت تعب صحيين، ونعرف اللي عندك مشاكل كبيرة واختيرة. كل التضامن مع الصديق رضا شهاب المكي.